رجعنا للفقرة الأكثر إثارة بين كل الناس، الناس المتابعيننا المراقبيننا، ركلات الجزاء الترجيحية اللي هتبدأ بعد شوية برعاية كوفتي هذه الفقرة وعشرة في عشرة، في انتظار عشرة في عشرة، في انتظار المستابقين، في انتظار الناس المتابعين. قبل شوية كنا نتكلم يا إخواننا عن المشكلة الموجودة حاليا في السودان بتاعت الكورونا والتمدد بتاع المرض الصعب جدا، نقول لكل الناس إن شاء الله ربنا يديكم العافية، لكن بهذه الحالة يبدو أنه الحكومة ممكن ما ترفع الحظر، ولو رفعت الحظر ممكن يكون في مشاكل كثيرة، لكن نتمنى أنه الناس تلتزم بالحجر المنزلي وتلتزم بالحظر الصحي وتلتزم بتفاصيل كثيرة عشان نرجع من جديد وحياتنا الطبيعية ترجع ونرجع نتعامل في ونساتنا وضحكاتنا ومحلاتنا والحتات الفاتحة والقافلة، وناس الرزق اليوم باليوم يرجعوا تاني من جديد، فبس حتة بسيطة نلتزم فيها تانية بتجينا عوجة وإن شاء الله نرجع من جديد كسودان جميل. إذن في انتظار المسابقين اللي حيكونوا معانا في عشرة في عشرة لحد ما يجهزوا في الكنترول، لأنه إحنا في ناس كتار داخلة، الكمبيوتر بيختار لك رقمين ثلاثة، تضرب لواحد تلقاه تلفونه مقفول، تضرب لواحد يقول لك والله أنا ما فاضي، تضرب لواحد يقول ما فاضي إن شاء الله، طيب خدت رقمك ليش وكيت ما فاضي تمام. وفي ناس بيقول لك يا أخي والله أنا حاليا ما جاهز، ما جاهز ما هي مسابقة نحن ما عارفين الأسئلة بنديك لها وبياخدها الكمبيوتر أسئلة معدة مسبقا، الكمبيوتر بيختارها اختيار عشوائي. طيب بذكر وبقول لكل الناس المتابعيننا دلوقتي المنتظرين المسابقة إنه الترددات بتاعتنا الـ SD 125-23 الـ HD 120-34 إذن 125-23 120-34 SD HD الاثنين في بدر 4 عرب صاد 27500 الترميز. طيب في انتظار المتسابقين الاثنين اللي حيكونوا موجودين معانا في لعب ركلات الجزاء الترجيحية اللي حتكون 10 في 10 على الشاشة، وزي ما قلنا المسابقة برعاية كوفتي. طيب في انتظار المتسابقين لحد ما يجوا راجعين ونشرب حبة شاي. طيب نحن زي ما قلنا انه مسابقتنا فيها كثير من الناس، نختارهم عشوائيا اكيد، الناس اللي زعلانة وبتقول انه يا اخي انا بضرب من اول يوم 12 يوم ما رديتوا لينا بتاع، يا جماعة الكمبيوتر ما عنده علاقة بزول، لا عنده واسطة، لا بيعرف زول، لا عنده علاقة بأي زول، هي أرقام. ولاحظتوا في التعليقات في ناس دخلت معانا وفازت معانا برضو بشكل عشوائي. إذن أستاذ المشاهدين المتابعين المراقبين، أخيرا فتحي حيكون معانا، فتحي حيلعب 10 في 10 والثاني بهاري وفتحي ان شاء الله جاهزين. نبدا ببهاري. بهاري ازيك؟ تمام الاخبار. طيب بهاري صوتك بعيد يا بهاري، قرب شويه، او لو بتتكلم بالسماعه اطلع السماعه واتكلم بالتليفون عادي. قريب منك انا بعيد منك. تمام، لا السماعه بتاعت التليفون شيلها من التليفون وارفع لنا صوتك جدا. طيب ربنا يوفقك، صوتك بعيد يا بهاري. انا جريت منك. طيب الثاني سيد احمد فتحي. نعم اي والله الليله غايته اسمع كده. فتحي ازيك؟ الحمد لله. لا صوتك ممتاز يا فتحي، من وين يا فتحي؟ ربك. من وين؟ ربك. من ربك؟ ايوه النيل الابيض. يا سلام، ناس ربك، ناس راغين ويا اخو ناس ظريفين. تمام. حاضره ولايه النيل الابيض. طيب وبهاري صلحت التليفون معاك؟ ايوه كده بهاري 100%. إذا بهاري يعني شنو بهاري؟ والله من تجدين. تجدين البهاري دخل. والله كلام كويس، لكن أيوه. بهاري يعني شنو برضه؟ والله مثل الاسم عليه. ها؟ نسب على الاسم، الاسم عليه. الاسم عليه بهاري. ده انا اوريك دي بهارات اصلا. طيب بهاري بهاري من وين يا حبيبي؟ من عبد الرحمن مبدع. أم درمان ومبدع، يا سلام. أيوة. إذا مبدع حتلعب ضد ربك في مباراة مسخنة، جاهزين؟ بهاري وفتحي جاهزين. جاهزين؟ أيوه جاهز أنا. طيب يا إخوان أي زول فيكم يقفل التلفزيون جنبه أو أقفل التلفزيون كله لأنه حوريكم الأسئلة أنا، أقفله كله. قفل التلفزيونات، يا أطلعوا من الحتة اللي فيها التلفزيون. أنا طيب اذا أيوة. فتحي وبهاري المسابقه عندها شروط زي ما بيقولوا لنا انه الحكم قرقوش تمام. 10 ثواني الفرصه واحده، العداد بيبدا بعد السؤال طوالي
تمام. السؤال ما بنعيده تمام؟ ركزوا. إذا حنبدأ ركلة الجزاء الأولى مع فتحي من ربك الشوط الأولى يا فتحي. جاهز. جاهز. طيب صح ولا غلط؟ وجاء الصيف مجموعة قصصية لأديب سوداني هو أبو بكر خالد. طيب الكلام ده صح ولا غلط؟ وجاء الصيف مجموعة قصصية لإبراهيم أبو بكر خالد. صح ولا لا؟ صح. صح. جول! ربك والهدف الأول مع فتحي. طيب. نعم. بواري. نعم. المصري بطرس غالي هو ثاني عربي يتولى منصب الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، صح ولا لا؟ العداد شغال بوهاري. صح. صح. غلط في الأول. هو أول، هو مش ثاني، هو أول. طيب نعود ثاني. إذن حاليا مبدأ تتأخر بهدف وربك عندها هدف. طيب يا فتحي. ايوه جاهز. اتجاني يوسف بشير صاحب قصيده في قصيده في محراب النيل، الكلام ده صح ولا لا؟ في محراب النيل، صح ولا لا؟ صح. جول! تغنى بها الفنان عثمان حسين في محراب النيل لاتجاني يوسف بشير. يا سلام، هدفين ربك وفرصه لبهاري من مبدع. مصطفى سعيد هو بطل رواية بندرشالي الطيب طالع، الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا 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 طبعا، الكلام ده صح ولا غلط؟ ها صح ولا غلط؟ ها صحيح. في الاوت، في الاوت، في الاوت. يا اخي مصطفى سعيد كان في موسم الهجرة الى الشمال، موسم الهجرة الى الشمال كانت لطيب صالح، ومصطفى سعيد كان بطل القصة. طيب ايوه نعم. سمعت السؤال والله، قلت لك عيدوا لينا، انت ما سمعتني يا اخي. طيب هو ما جاب السؤال. طيب انا 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 كذا ما سامعه كويس يا جماعه، كنترول. والله ما سامعك انا صوتك. انت ارفع صوتك جدا خلاص. انت قريت السؤال في الشاشه ولا قفلت التلفزيون؟ لا قافل التلفزيون انا. هو قافل التلفزيون يا جماعه، هو قافل التلفزيون. قافل الصوت. نديه سؤال ثاني ولا؟ طيب طيب بصراحه بصراحه بصراحه. أيوه. يا نايف مصطفى سعيد عارفه انه في موسم الهجره للشمال؟ والله السؤال ما سمعتونا عادين عادين ما يا اخوان ما سامعه كويس، الصوت ده مطخطخ يعني. انت سامعني كويس يا ابو هاري؟ من بد ومبد اقرب من ربك كده. صح فعلا، لكن كده انا سامعك. ايوه. طيب حنديك سؤال جديد عشان نكون فير. لحد دلوقتي انت عندك فرصه برا الشبكه و... ظلم يا الواد، ظلم. لا ما في ظلم والله، ما هو ما سمع. كيف ما في ظلم يا فتحي؟ ايوه هو ما سمع يا فتحي. فتحي ما تخرخر. فتحي يا اخي في حاجه اسمها روح القانون. ايوه والله يا الواد، الناس كريمين. ابو رناد طيب اتكرم علينا، ممكن تدينا فرصه نديه سؤال ثاني يا فتحي؟ اديناك يا ابو رناد. شكرا جزيلا يا جميل، كتر خيرك كثير. اذا فتحي بروح رياضيه عاليه يدي بهار فرصه، او بهاري فرصة ثانية. طيب يا بوهار أو بوهاري. أيوة. أيوة. الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم تستعمر هي ليبيريا، الكلام ده صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لا. أوت أوت. بعد التكرم عليك، أنت سمعت السؤال. ليبيريا عمره ما استعمروه، ناس جورجوية ما استعمرون، وجورجوية حاليا رئيس البلاد مش كده؟ تمام. طيب أبو رنات، ابو رنات دي جابه من وين هو؟ يا اخي شكرا 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 جميلا، انا مستر ابو رنات الليله. طيب فتحي. نعم. هدفين ومبدع ولا هدف. يلا يا فتحي. وحده طوالك. قياس طوليه ذكرت في القران الكريم فما هي؟ وحده قياس طوليه. ايوه العداد شغال. وحده قياس طوليه. لما تخش اوت هي الذراع او الذراع. تمام. طيب نعود لبوهاري من مبدا، عندك فرصه تغلص الفارق يا بوهاري. تمام ان شاء الله. يلا ان شاء الله. ما الحيوان الذي اطلق عليه العرب اسم ام حائل؟ ام حائل دي منو؟
حيوان. العداد شغال يا ابو هاري. فلاوس، هي الناقه، هي الناقه ما تسكت. عندك اي اجابه ان شاء الله؟ انت ضيعت على نفسك كده فرصتين. أيوة. ابقى تلا لحد اسي ما اهتزت الشباك، ربما تجيب رومونتادا زي امبارح. طيب الله يا فتحي. نعم يا رجل. رجل دوله من جنوب السودان كان وزيرا للثروه الحيوانيه 1958 وعضو بالنواب سنة 1956، من هو؟ 56 مين؟ العداد حيشتغل. جوزيف لاغو. أوت. هو سانتينو دينغ. سانتينو دينغ كينغ. سانتينو دينغ كينغ. يلا يا أبو هاري فرصة. إن شاء الله يا أخي. طيب، ما هو المقياس الذي تقاس به شدة الزلزال؟ الزلزال بيقيسوا به شنو؟ سهلة. هز الشباك يا حبيب. رختر. يا سلام في البربقون. ليس رختر وإنما رختر، لكن نعتبره صح. إجابة في المربقون. جون 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 جون. طيب ربك إلى فتحي. أيوة. فتحي، من هو مكتشف الميكروب المسبب لمرض السل الرئوي؟ العداد حيشتغل او بدا فعليا. اي مساعدة؟ ها؟ مساعدة. لا ما في مساعدة، المسابقة من الاول حكم قرقوش. اي حاجة. فلاوس. ويليام هارفي. هو روبرت كوخ. يا جماعة يا فتحي، لا عندنا خيارات، لا عندنا مساعدة، واجابة واحدة وفرصة واحدة وعشر ثواني. معلش يا فتحي، لسه انت متقدم. بوهاري، ربما تتعادل يا بوهاري. ان شاء الله ان شاء الله. يقول المثل: التسويك ريت في القرط تلقى فيه في شنو؟ التسويك ريت، وكريت دي الغنمايه. التسويك ريت في القرط تلقى فيه شنو؟ يا اخواننا العداد بدا قبل ما نتكلم. العداد ده لا، العداد ده ما فيه. ها؟ في جليده. في جليده. اجابه صحيحه في البربقون. شباب احنا حقيقه عشان نكون فير، العداد بدا قبل ما نكمل السؤال. يا اخواننا العداد بدا قبل ما نكمل السؤال، الكلام ده غلط. يلا يلا فتحي، كده متعادلين يا فتحي. الزول ده ماشي عليك. اوكي يلا بسم الله. ينتج مصنع سكر كنانة دجاج في ولايتك. ينتج مصنع سكر كنانة إضافة إلى السكر مادة شنو؟ انت الإيثانول. يقول نزع عسلايا ظهروا. انا قلت لك جات في مكانك لانه عسلايا وكنانة وجهين لعملة واحدة. تمام. طيب يا ابو هاري. ايوه. عاصمة دولة بيرو بأمريكا اللاتينية. العداد بدا. فلاوس، هي ليما. ليما يا ابو هاري. فتحي عاد ليك التقدم من جديد في ربك. من الذي اخترع المدفع غازف الحربة والذي استخدم في صيد الحيتان؟ المدفع ده والله آيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده منو ما عنده موضوع ده؟ الفريد نوبل. اه لا قال كلمه، قال كلام ثاني عيده. الفريد نوبل. قال نوبل. الفريد نوبل هو سبيند فويد النرويجي. هي في لاوت. معلش يا فتحي معلش. بوهاري الفرصه جاتك للتعادل ومبدع. ايوه ان شاء الله. طيب من هو مؤسس الحركه الكشفيه؟ الكشفيه. الحركه الكشفيه الليله الليلة وجع الحلق يجي يكون. شنو العجلة الصعبة دي؟ ها؟ أه؟ شنو العجلة الصعبة دي؟ والله قاصدين. فلاوس هو روبرت شابادان باول. روبرت شابادان باول الجنرال الإنجليزي. يعني خطيتكم في فتيل.
يلا الله يا فتحي جاهز. طيب على اي علم يطلق علم العلم؟ عليك الله، انا قريت علم عليك اشوف الكركوب عشان ما في تشكيل اللي جاي الوقت في فتيل اقول له بالكرورو. طيب على اي علم يطلق علم الاركولوجي؟ الاركيولوجي، الاركيولوجي ده علم الاثار طبعا. ما بعرفه. يلا يا فتحي. جيولوجيا. ها؟ جيولوجيا. جيولوجيا في الاول. انا قلت لك الاثار، الاثار يا فتحي، وانا قلت لك الاجابه، انا غلطت ذاتي دقستها وانت دقستها وغسان الليله بيخنقني. يلا طيب، بوهاري شوف حق الحرام ببين. حق الحرام. الله يا راح كاكاي انا الليله غايت يمرقنا يمرقنا الله. الله ان شاء الله. اغنيه الود ايوه لمحمد وردي، من شاعرها؟ الود. العود؟ ايوه. عدادك شغال يا ابو اسماعيل حسن. في العود. هو عمر الطيب الدوش. يلا نرجع لفتحي من ربك، ناس مبدا ما شغالين تمام. لسه فتحي متقدم صح؟ تمام. طيب يا فتحي ربك. فتحي جاهز؟ جاهز نانك كاتبه معانا مالك ما تتكلم. يلا يا فتحي، ثالث دولة في العالم والأولى في أفريقيا في إنتاج الشاي. كينيا. الله في البربقول. هذه المسابقة برعاية كوفتي صاحبة الشاي الكيني. طيب راح كاكون، من هو السلطان العثماني الذي عرف باسم السلطان سليمان القانوني؟ ده ياتو ياتو يا ابو هاري مبدا. السلطان القانوني. ها؟ السلطان القانوني. اه يا اخوي عداد شغال يا باسل ساي. ها عثمان. عثمان يا ياتو. سليمان. سليمان. هو سليم الاول، معلش. طيب نرجع لفتحي من ربك، اخر سؤال لفتحي، اما عمق الجراح واما اعطى ابو هاري فرصه للتعادل. ديوان الشعر افق وشفق للشاعر السوداني منو؟ السردولب. السردولب في لاوت. هو توفيق صالح جبريل. طيب اخر سؤال لبوهاري. ايوه. طيب ما هي البلد التي تسمى ارض الكنانه؟ سؤال سهل. مصر. شنو؟ مصر. جول. الله عليك يا بوهاري، هدف جميل لكن لم تتعادل. الفائز معنا فتحي من ربك ب10,000 جنيه مقدمة من كوفتي لهذا اليوم. كان معنا فتحي من ربك، إذا ربك تنتصر على أمبدة في مباراة مسخنة صعبة خطيرة مؤهلة تماما لأنها تكون مباراة في كأس العالم لو ربنا حيانا. لحد بكرة حنرجع لكم من جديد، تحياتي إلى أن نلتقي، السلام عليكم.